بعد 4 أيام من بداية شهر رمضان ما زال الجدل الذي بدأ منذ بدايته حول برنامجه. نتحدث هنا عن برنامج رامز مجنون رسمي الذي يقدمه الفنان رامز رامز جلال، وكان آخر تطور في هذه الانتقادات على البرنامج الذي يقدمه رامز جلال من قبل مستشفى الصحة النفسية بالعباسية بالقاهرة، التي أصدرت بيانا قالت فيه بأن هذا البرنامج يسيء إلى الطب وأيضا المريض النفسي بعنوانه. طبعا طالبت المستشفى في بيانها بوقف البرنامج، وأيضا أحالت بلاغا إلى المجلس الأعلى للإعلام لوقف البرنامج، ضامة صوتها للكثير من معارضين لبرنامج المقالب الشهير. سنتحدث أكثر عن هذا الموضوع معنا من القاهرة أستاذة علم النفس الدكتورة رشا الجندي. دكتورة رشا، مرحب فيك في برنامج بداية منصات. حاب أفهم منك دكتورة، أين أساء رامز في برنامجه للطب وأيضا للمرضى النفسيين؟ مساء الورد والفل والياسمين على حضراتكم جميعا، كل سنة وحضراتكم طيبين. اسمح لي، أنا مش مع القرار اللي طلع ده. وأنا من أوائل الناس اللي اتكلمت وحللت البرنامج وحللت ردود الأفعال فيه في مقالي الـ 12 السنة اللي فاتت، علم النفس ورامز جلال. أنا شايفة أن الموضوع مبالغ فيه قوي اللي حضرتك قلته بالنسبة للقرار اللي طلع، لأن أولاً ما فيش برنامج رامز بس، في أكتر من برنامج مقالب موجود على كل القنوات. بس دكتورة رشا، ما بتعتقدي أنه برامج المقالب مش جديد تحديداً علينا. رامز برامج المقالب قديم، يعني ألم يتخطى الخطوط، اسمحي لي بس هنا تخطى حدوده شوي بالمقالب تبعه؟ والله مش، لو حضرتك بتتكلم عن الحدود في الألفاظ أو في التعامل ده موضوع، لكن كفكرة برنامج وكبرنامج بيشوفه عدد كبير من الناس كده، وفكرة موضوع المقالب بحد ذاته دي حاجة تانية، دي اللي أنا بتكلم فيها. أولاً لازم إحنا كمشاهد يكون عندنا ثقافة الاختيار، ولازم أخد البرنامج زيه زي حاجة في الدنيا. لو أحسنت إن أنا أخد يعني أشوفها، أحسنت استخدامها، هاخد منها الحاجة الحلوة، هاخد منها. في علم النفس مثلا عندنا حته الفكاهه دي مفيده للصحه النفسيه، على غرار الفكاهه دكتوره، في حاجه، ايه الحاجه الحلوه؟ في حاجه في الدنيا اسمها يبقى بس اسمحي لي دكتوره، يعني ايه الحاجه الحلوه اللي ممكن ناخذها من برنامج رامز مجنون؟ ان احنا الفكاهه والابتسامه وتفريغ الضغوط في عز الضغوط اللي الناس فيها وفي عز الاخبار السلبيه، لما يبقى في برنامج انت بتبتسم قدامه، دي في حد ذاتها حاجة حلوة. يعني في ناس كتيرة جدا بتقعد بتبتسم، صحيح. وفي ناس لو الموضوع مش هيخليها تبتسم، يبقى عندنا ثقافة ان احنا نختار نشوف ايه اللي احنا عايزين يشوفه ممكن يخلينا نضحك، ونروح له على قناة تانية، على برنامج تاني براحتنا. لكن بس نجيش نحن عم نتحدث هون دكتورة رشا، يعني حتى الضيوف اللي بيستضيفهم رامز نفسه بيقولوا انه رامز مبالغ في 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 هذه المقالب. والله هم بيقولوا، بس طب ما هم بيروحوا وهم بيبقوا موافقين ان الحلقه تتعرض. لو هم ما كانوش مبسوطين اكيد ما كانوش هيوافقوا ان الحلقه تتعرض. في الاخر بيضحكوا وبيسلموا عليه وبيبوسوا. واكيد على فكره، بس انا عايز اقول لحضرتك حاجه، ده مش برنامج عادي، ده برنامج كبير وبيتعرض بقاله سنين طويلة جدا. فهم صحيح. أصلا من مصلحتهم الحفاظ على الضيوف، دي ناس بتعمل ترتيباتها. يعني أنا لما بيجوا يقولوا لي عشان الأطفال، أقول لهم الأطفال لازم يبقى عارف إن ده برنامج ما ينفعش هو يقلده، عشان ده برنامج بمخرجين بكاميرات بإعدادات بترتيبات معينة، هم بيحافظوا فيه على الضيف. لكن ياخد منه فكرة الهزار، ان انت ينفع تهزر مع صاحبك وينفع تعمل فيه مقلب، بس مش بالشكل ده، مش بالمقالب دي. ويعني دي فرصة ان احنا نعلم ولادنا ان تكون روحهم حلوة، وان يتقبلوا الهزار، ما يبقاش عندهم جمود في الفكر وفي التعامل.
في ناس بتطلع وصلت لـ40 سنة و50 سنة لحد دلوقتي، لما بتيجي تهزر معاها ما بتفهمش يعني ايه هزار، بتاخد كل حاجة جد. نعم. وبتزعل مع الناس وما بتعرفش تكون صداقات وما بيتلفش حواليها الناس كتير، بس مع معلش عشان ما يقولوش ان انا بدعي لده، مع الاحتفاظ بان طريقة الهزار كبرنامج معد يعني باحتياطاته وبكاميراته يكون معد بطريقة محكمة حرصا على الضيوف اكتر صحيح. مننا يعني صحيح. حاب اشكرك كل الشكر من القاهرة استاذة علم النفس الدكتورة رشا الجندي، شكرا جزيلا لتواجدك معنا.